فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في نفس السورة في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة نالت خيريتها من بين الأمم بأمور، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي رواية قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكما قال العلماء: حصر الدين هنا في النصيحة لأهمية النصيحة، وأن النصيحة تكون في خمسة مواطن بينها. لأنه قال الدين النصيحة، الدين معرف بالألف واللام وده المبتدأ، والخبر النصيحة، والخبر جاء معرفا، وإذا عرف المبتدأ والخبر أفاد الحصر والقصر. حصر الدين في النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه خمسة مواطن إذا صح التعبير. وهذه الأمة تحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كغيرها من الأمم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك شنو؟ أضعف الإيمان. وزي في منكرات يا غالي، أصبر لي شوية أنا بذكر لك جزء منها، الليلة وبكرة وبعد بكرة برضو يمكن يحصل برضو منكرات إن شاء الله بذكر لك. بس إنت خلي أخلاق رياضية، ما تتضايق وكذي، والناس دي بيناتها مودة ولا ما في مودة؟ مودة، وإن شاء الله تكون رحمة معاه برضو. فلذلك المسألة دي، هذه المسائل، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، قال الله جل في علا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال لك أحسن دي على وزن أفعل للتفضيل. أحسن زول يتكلم، الزول اللي بيدعو الناس إلى الله تعالى. ومن أحسن، ده سؤال وجهه الله تعالى. ومن أحسن قولا، من الأحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما في ناس بيدعوا لدنيا، قالوا بيدعوا لدنيا، واحد تلقى مندوب في شركة شغلته كلها بيدعوا للشركة دي، حلال إذا الشركة أصلها حلال، حلال دعوته. واحد تاني بيدعو إلى أشخاص في كورة، بيدعو لفريق معين، تلقى العجلة بتاعته مركب فيها علم، تلقى الموتر بتاعه مركب علم، وذاته لبسه ذاته زي العلم، عامل زي العلم، تلقاه ناس بيدعو لأشخاص. في ناس تلقاهم بيدعو للمعاصي، شغال يغني كرر. الفنان ده ما عنده دعوة، لكن دعوة خير ولا دعوة شر؟ دعوة شر. لكن ده زول بيتكلم، أي ما جات السوق ده بتلقى دعاة كتار، لكن بتاع عندهم كل زول بيدعو. بتاع الموز بيدعو للموز بتاعه، كيلو الموز بكدي، وبتاع اللحم بيدعو للحم بتاعه، وبتاع أي زول. ده زول الله لما ينظر للأرض وهو ينظر إليها سبحانه وتعالى يراه يدعو الناس إليه سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عشان كذا أي داعي إلى الله تعالى
مدحه الله إما عموما أو خصوصا. طيرة لما دعت لله سبحانه وتعالى الله جابه في القرآن، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد جراج لسليمان عليه السلام فقال أحطت بما لم تحط به. الطير ذي الهدهد قال لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به، أنا عندي خبر، إنت شنو ما عندك؟ هذا دليل على أنه ما يعلم الغيب. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ، إنت في الشام وأنا مشيت سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ، يعني بخبر بنبأ يقين. وطيرة زعلانة غضبانة، أنت عارف غضبانة عشان حاجتين، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الحاجة الأولى إني وجدت امرأة تملكهم، دي زعلت الطيرة، قال لقيت ناس رجال ويمكن بعمم وكذي وشنبات والرئيس بتاعهم طير مرأ، الرئيس بتاعهم مرأ، تخيل علوية تقود ناس علي وعثمان وناس تاج السر وفلان وفلان وفلان، تقود علوية، يجي راجلة يديها نهرة يغير قراراتها كلها. ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الطيرة استنكرت المنكر الأول ده، في منكر تاني أخطر من ده، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. حاجة تانية وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ده كلام بتاع طيرة والله جابه في القرآن، جاب الطيرة دي في القرآن. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، النذل ما يسجدوا لله سبحانه وتعالى. والكلام ده بقوله شنو؟ طائر من الطيور جابوا الله في القرآن. رجل ساكن في آخر البلد ذكره الله في القرآن، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلى آخر الآيات، ده داعي إلى الله. رجل آخر في زمن فرعون ده زي ما قال ابن كثير قام غضبة لله لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو فرعون بدل ديان الناس، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، ده بدل الفطرة وخلاهم يعبدوه، وهو الذي يظهر الفساد في الأرض. قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بعد ذاك طوال الرجل المؤمن ده صدع بالحق وتكلم ونطق بالحق إلى أن قال الله تعالى عنه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، ده كلام مفروغ ما فيه شك ولا فيه أصلا تردد، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وعظم فستذكرون ما أقول لكم. الزول ده عنده يقين في الله سبحانه وتعالى وعنده يقين في أنه في قيامة، وقال لهم كلامي ده بتتذكروا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ولازم الداعي إلى الله تعالى يفوض أمره إلى الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إلى آخر الآية. فعشان كده الدعوة إلى الله تعالى مهمة. يا أخي من أهميتها أن الداعي إلى الله تعالى لا ينقطع عمله بعد موته. تاسي بتموت وأنا بموت وغيرنا بموت، مات إذا ما بلغ دعوة الله تعالى وما نشر الخير وما عمل الأعمال التي جاء فيها بقاء الأجر بعد موت صاحبها، قال لك بتموت صحيفتك بتتقفل تنطوي تتفتح يوم القيامة.
وفي القبر برضو في عذاب وفي نعيم. لكن الزول لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ دعوة الله ويموت، دعوته دي ما بتنتشر. بعد تنتشر أي زول يطبق دعوته دي الأجر بيجيه. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، بعضهم بروية إذا مات ابن آدم، لكن في صحيح مسلم الرواية دي: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ابن عثيمين شرح الحديث ذا في رياض الصالحين وقال: أما الصدقة الجارية فقد يأتي يوم عليها فتتلف، والولد الصالح يموت، لكن الذي لا يموت العلم النافع. عشان كذا أفضل الثلاثة، تنشر العلم بين الناس، تقول كلمة كما قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي من العلماء، قال: والبركة من الله. قال كلمة في مجلس صغير ينشرها الله تعالى ببركته فتطير في الآفاق فتبلغ ما شاء الله أن تبلغ. قال: وكلمات يقولها الحزبيون والإخوة، ذكر جماعات، معليش في لجنة وأنا ما داري أجيب مشاكل، والناس اللجنة دل طيبين معانا ونحن طيبين معهم، ناس شرف وغيرون وعبد الرحمن والناس زين وما دارين، ناس ظريفين معانا. فقال إلى آخر كلامي بدل بيسووا حاجات كثيرة وفي النهاية ما بتنتشر دعوته. ليه؟ لأنه الله قال: فأما الزبد، وما ذكر الآية دي، كلامه إلى آخره. لكن بعد ذاك رب العزة والجلال قال: فأما الزبد فيذهب يفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي نقطة ونقاط كثيرة تبين يعني أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المرة الفاتت أخونا حسني ذكر مجموعة من الاستدلالات، ومنها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، إلى آخر الحديث. لكن أنا دار أقف مع وقفة مهمة ودي يدور عليها بقية الكلام إن شاء الله تعالى في أهمية الدعوة إلى الله تعالى. أن هناك منكرات انتشرت واستهان بها الناس وسكت الكثيرون عنها ممن يعلم، وسكوتهم هذا فيه ضرر عليهم وعلى غيرهم. أما عليهم فإن الله تعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحق ده ما تكتموا. وابن كثير في تفسيره تكلم عن طائفتين من أهل الكتاب، اليهود والنصارى. بعد ذاك قال، ذكر الطائفة، قال: وهذه الآية يدخل فيها الخطاب للعلماء أيضا، لأن من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وغير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ففي منكرات السكوت بضر الساكت وبضر الباقين ما عارفين الحق. والله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أسواقهم التجار، ومن ليس منهم يعني خرج معهم ولم يرد ما أرادوا من الإفساد في بيت الله الحرام.
ناس ماشيين معاه ساي. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. عشان كذي شوف السكوت ده بضر الناس. والله في ناس كتار بينهم وبين الحق والاستقامة على صراط الله المستقيم كلمة يسمعوها، كلمة بس يسمعوها. النبي عليه الصلاة والسلام مشى الطائف فلقوه وشتموه ونبذوه وحرشوا على المجانين والصبيان. في النهاية جاء ماشي في الطريق لقى غابة بستان أو غابة، جلس في البستان في ظل شجرة. في اثنين هناك قالوا للغلام بتاعهم اذهب فأعطي شيئا يأكله. زول لا اديه قاعد في الظل. فذهب إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. شوف الزول اللي عنده دعوة ده أصل دعوة دي بينشرها زي ما ذكر العلماء، أو يتكلم في الجغرافيا بينشر دعوة إلى الله تعالى. فلما هذا قال هذه الكلمة سأله الغلام اسمه عداس، قال وتعرف الله؟ قال نعم. قال من أين أنت؟ قال من نينوى، وذكر له المنطقة. قال بلدة أخي الصالح يونس ابن متى يونس عليه السلام. قال أوتعرفه؟ قال نعم، هو نبي وأنا نبي. فأسلم هذا الغلام، أسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك أتاه ملك الجبال ومعه جبريل عليه السلام إلى آخر الحديث. فمنطقة كاملة شوف الغلام ده الله هداه للحق وأسلم في النهاية. فأنت قد تقول كلمة يسمعوها مجموعة من الناس، طفل الكلمة دي تقعد في راسه بس، فكر فيها بس لما نعرف الحق واستقيم. وناس كتار يعادوك ويخاصموك في البداية، لكن لما نعرف الحق قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شكاي صفوان وعمير جلسا في ظل الكعبة في حجر الكعبة، فقال صفوان لعمير أما سمعت ما صنع محمد وأصحابه يوم بدر بقومنا بصناديد قريش؟ فقال عمير والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة. بس عندي حاجتين، دين وعيال، لذهبت إلى محمد ولضربت عنقه بسيفي هذا ولا رحت منه العرب والعجم. فقال صفوان أما دينك فديني، إذا دينك ده بقضي لك حجتك آية، وأما عيالك فعيالي، أما دينك فعلي وأما عيالك فعيالي. خدت السم في السيف ومشى طوالي ركب. وديل عندهم صفة، الصفة دي لو اتلقت في الداعية ولا في طالب العلم ولا في المسلم الطالب للحق بيتقدم، ولو فقدها بتخبط في الدنيا دي. اللي صفة المضيف العزائم، نازل لما نعرفوا الحاجة واقتنعوا بها بيمشوا قدام، بعد ده لو في موت بيواصلوا فيها إذا لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. مش تبدأ حاجة وبعد شوية تكسل تخليها، لا بيواصلوا طوالي قدام. كلمة طوالي دار يبلغ الدعوة بواصل للموت طوالي. علم يواصل لما نحفظ ويتعلم ويبلغ إلى آخره. فالمهم مشى للنبي عليه الصلاة والسلام وشايل سيفه. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان خارج المسجد ورسول الله داخل المسجد صلى الله عليه وسلم، قال عدو الله ما الذي أتى به؟ فأقبل عليه فأخذه بتلابيبه وأخذه من سيفه ثم دخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمير ما الذي أتى بك؟ قال هذا الأسير عندكم، أتيت لتحسنوا إلي، عنده ولد من أولاده أسروه يوم بدر. غير شنو الموضوع. قال بل جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة ما معاكم زول، قال وما بيعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وباقي الحديث باقي الأثر ده بوريك الكلام. بل جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة فقال لك كذا وقلت له كذا وضمن لك عيالك ودينك فأتيت لتقتلني. شوف الشجاعة دي، يعني ما قال ثبتوه زول ده جاي يقتلني، ثبتوه ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لقد علمت أنه
أتاك الذي أتاك به الذي في السماء. ده قال لي ما أفزول عارفه، قال ده قال لي إلا من فوق بس. فأسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك كان أبغض إلي من الخنزير، فما هو أن نطق بالشهادتين حتى صار أحب إلي من بعض أبنائي. فكاه طوالي قال لي بعد بقى أحب إلي من بعض أبنائي. فإنت مواقف قد تقود شنو إلى الهداية، فتبلغ دعوة الله تعالى. ومن فشل الداعي إلى الله تعالى أن ييأس من المدعوين. ثم تقول فلان ده الدعوة هم تمش فيه، أنت فاشل لأنه أنت بزع عليك البلاغ. بعد ذاك الهداية شنو بيد الله تعالى. أنت ممكن تقول فلان ده ما فيه خير، فلان ده داعية ضلال، داعية باطل، داعية شرك، وتحذر منه. لكن ما تقول شنو فلان ده ما بيهتدي وده زول ده إلى آخره. فأنت الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، سبب النزول في تفسير ابن كثير الآية من سورة آل عمران. وفي صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الكعبة دعا عليه ثلاثة قال اللهم العن فلان وفلان وفلان، وسماهم في بعض الروايات في مسند أحمد وفي غيره في غير المسند. بعد ذاك شنو هداهم الله للإسلام، الثلاثة ذي الأسلم. فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. في ثاني سبب نزول ذكر ابن عثيمين في القول المفيد قال ورد فيها سببان من أسباب النزول. فدي مسألة. المسألة البعادة يا إخوان ويا أباء، الآن المنكرات منتشرة مشاهدة، وكثير من الناس بيتفقوا معاك في كثير منها، لكن البعض الآخر ما بيتفقوا معاك فيه. وللأسف ما بيتفقوا معاك على إنه ده منكر، ده بكون أخطر من ذلك. يعني إن جيت تكلمت في التبرج الناس دي كلها بتتكيف، العند زوجته متبرجة ولك هاي الدين يا أخي النازل تعبون ذاته، شارع ده ما شايف وانت تعبان كيف يا أخي، يقول لك العند بيته متبرجة متضايق تلقاه برضو يتكلم يقول لك يا أخي ده لبس ده يا أخي، القيامة بتقوم بالطريقة دي ما أصلها تدار تقوم، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق شنو القمر، القيامة ما قربت. تبرج شغال، منكرات شغالة. يقول لك هاي النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تبرج شغال يا أخي الناس، يقول لك حرام لكن هو جوا متكيف. أنا مرة جاي من جامعة السودان الجناح الجنوبي هناك، وجاي للسوق العربي، والسوق العربي إذا تخش كان عندك 7 خطوط من الإيمان إذا صح التعبير، بيبقى خطين ما بتطفي مرة واحدة لأنه ما بكفرك، لكن بتنزل الإيمان بينزل من المعاصي إذا ما غضيت بصرك. جايين في الطريق في عمك عجوز لابس بنطلون وقميص وضعيف والشعر ذاته ما في الصلعة فوق كبري فاضية، وبيجاي هنا ما في شعرات بسيطة، الزول ساكت وعنده سمت، بس فجأة جاب محل أنا قاعد جنبه كان قال عربي 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 عربي. أنا قلت عمك ده بيقى كمساري ولا جا. اتلفت لقيت بيت يمكن إبليس يجر أمريكا جكة ويجي راجع بطيارة، لقيت بيت لابس لبس شين شغال هو عربي عربي داير البيت شنو تركب، مشى شوية تاني كم محطة ما بقول عربي. أنا قلت وصلنا العربي ولا عمك ده سكت معه، وتراه تاني ما في بيت شنو بالشكل ده. فالهوس ده حتى الناس الكبار بعضهم قال عمك كبير فاضل له حاجة بسيطة ويفارق، والعمر عند الله تعالى. أخذت كرسي وبرا في الشارع عايم في المشات والجايات، يا حاج ما تخش من البرد وتخش من المصائب التانية، وسبح الله وارجع لربك سبحانه وتعالى. يقول لك يا أخي ما نشوف الحاصل. ففي منكرات منها التبرج، منها المعاصي التانية، انتشار الخمور، الصعود، السجائر، الشيشة، كلها من الأشياء المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. السب، النبذ، ضياع الصلوات،
الخصومات في غير حجة وفي غير حق، معاصي كثيرة منتشرة، دي كلها كثير منها بينكروها الناس معاك. الأدهى والأمر المعاصي الأكبر منها والناس بيقروها. يعني زول جماشي بحفلة ولا بمحل مظلمة لقى بيت ولد في موقف متلاصقين أعوذ بالله، تلقاه يقرب يقع من العربية، بعد مسافة يمشي بالمغابر يلقى له حاجة قايمة، ما دار يجيب حاجة يعني. يلقى له حاجة قايمة، دي بنوها لشنو الحاجة دي؟ والله يقول لك ما في الشدائد بينادوه الزول لا، وبيشيلوا التراب بيتمسحوا بيه وكذي، يا خليهم ياخ ديل ما ديل براون وديل براون، ونحن لا معاديل ولا معاديل. انت شوف لا تبقى معاديل ولا معاديل، لكن تبغض ديل في الله، وديل ذاته كان لخبطه تبغضهم في الله، لكن ما تقول هو انا ما عندي وين شغل، ديل كعبين بطريقتهم، ديل كعبين بطريقتهم، انا ما كذي. لا، الله ما قال لك تخليهم ساي، قال قد كانت لكم أسوة، وقد من أدوات التحقيق، كلام ده محقق ما فيه لخبطة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ما قال لهم نحن ما عندنا بيكم شغلة وإنتوا بطريقتكم ونحن، لا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآيات. فإنت صاحب الشرك تبين لب التي أحسن أول شيء يا شيخنا، أي الزول مش مات، أي لا نبز لا شتيمة لا غيره، يا أخي إنت ما غسلته كفنته شلته في عن قريب ما قادر يتحرك، تدخل القبر تقول يا الله ترحمه، وتمشي البيت تدعو له بالرحمة، وتعتر جنب البيت تنادي تقول لا الحقني، وانت قبيلة شلت ودخلت القبر وما قادر يمشي، انت شلتوا أربعة ولا نفر واحد، يجوا الأربعة ينادوا من دون الله تعالى ويخالفون قول الله تعالى عن الذين يعبدون من دون الله أموات، قال الله عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، بعد قال إلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زول لما نقول له الله سبحانه وتعالى تاني أي شيء بقع، الباقيات دي وجلت قلوبهم، خافوا من الله وعظموا الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يتعلقوا بغيره وتوكل على الحي الذي لا يموت، فده يا ناس منكر، وده أخطر من التبرج اللي انت شايف. شفت التبرج ده بودي النار، لكن ما بخليت في النار، لكن ده اللي بيموت عليه الشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا خزول البيجي يلقى عمك كبير ببيع فيه طماطم ولا في برتكان ولا في غيره فواكه، يلقى كبير يكفته ويشيل منه دستة بالقوة، تلقى دم مغوص يقول لك شوف الزول ده ظالم كيف كفته، عمك كبير محترم وشال منه دستة بتاعت برتكان، شفت الدستة بتاعت برتكان دي بتهيج له دمه جوا من جوا، برتكان شاله. طيب الله خلق الكون كله، ده جغال الكون ده كله حقي فوق وتحت حقانا، الله بيخلق الجنة ولا يكتمنا نسوان الطلقون ولا ماتن عنين أزواج ماتوا عنين أزواج ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما خلق الله في أرحامهن. ولك ده في الجنة بدي، في الجنة بدي المرأة جنة، وده بديه وده بيعمل حق الله يشيلوه، ده ظلم كبير. ودي قاعدة، ما كل ظالم أقوى من المظلوم، لأنه انت هسه ممكن تشتم رئيس تشتم وتظلمه، لكن الرئيس أقوى منك ولا ما أقوى؟ يجيب لك جيش وحاجات ودفارات عنده والناس عيونهم حمر بيجيبوا لك، ده ما أقوى منك، بدوك بسطونة وانت ظلمته ونبسته ساي نبسته وهو ساكت ظلمته، لكن هو أقوى منك، انت الله أعظم منك وأقوى منك. لكن قال إن الشرك لظلم
عظيم. والله سبحانه وتعالى ما قال بينتقم من المشركين الآن وقت طوالي، لكن قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن بعضكم ببعض. ما امتحان. انا الليله لو ماشي يا اخي معايا ابوي وجزول شاكل ابوي وانا ده ما امتحان لي، هل بقيف معاه ولا ما بقيف؟ ارد عنه الظلم ولا ما اقيف ولا ما ارد؟ ده ما امتحان. ما هو الله سبحانه وتعالى ما محتاج ليك، لكن امتحانك. ناس شتموه، ناس شالوا حقه، وانت واقف بتتفرج. هل بتدافع عن الله سبحانه وتعالى؟ تخاصم يا ناس. الليله الزول لو واحد مسكوه من جلابته كفته شالوا قروشه بضارب ويمشي قدام لك والله حقي ما خليه، وتلقى ضعيف وداك عاتي يقول لك والله ما خليه، ويدي كف يردي ثاني يقول لك ما بخليه والله ما خلي، قلبي ده حار اصله ما بخلي. طيب حق الله تخلي كيف؟ حق الله الخلق الكون يا اخي، ما بيسالك رب العزه والجلال. لذلك ان الله يدافع عن الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فلذلك دي من المنكرات الان المنتشره، انتشار الشرك بالله سبحانه وتعالى. ناس يصلوا في الصلاه ساجد لله ويقوم ويقف ويقف على حيله ويقرا اياك نعبد واياك نستعين، وده عهدي مع الله تعالى، ويقرا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، مد منفصل ما واجب برضو يجيبه بتجويدة. التجويدة لا، لكن معناه تلقاه مخالفة في الصلاة بقول الله أكبر ومعلق له حاجة في يده، بكتف بيقبط في الصلاة ويده فيها حاجات، واقف قدام الله سبحانه وتعالى. والله الذي رفع السماء ظنوا في الله ظن السوء، ظن السوء وظن السوء. ليه؟ لأنه ظن إنه لو مشى ساي في الدنيا دي الله ما بيحميه، العقرب بتجيب تطقه ما بيحميه، والله سكين الله ما بيحميه. لكن مجرد ما علق له حاجة قدر المرقة ولا الطبلة أصغر طبلة معلقة تلقاه يقول لك أنا بعد ده جاهزين لأي شيء جاهزين، وانت ما جاهز لأي شيء، انت خايف بدليل انه معلق لك حاجة قدر كذي خايف. يا اخي انا سمعتها في الخرطوم، واحد قال في حجاب بتاع نملة، قال ان كان جابوا 20 نملة ركبوهم في رقصة مبكونة اكبر من الحجاب، 20 نملة اكبر من الحجاب، يقول يربط له حاجة اخ تسوي لك عروشة في يده كل مرة يحق يسويها بسبب نملة وبسبب غيره وعقرب وغيره. كمصائب كلها يا ناس، دي منكرات والله شغالة في البلد دي، الناس تنكر تنكر ما تقيف. الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم واحد، وأهليكم اثنين، وأنذر عشيرتك الأقربين ثلاثة، لتنذر أم القرى ومن حولها أربعة، بعد ذاك فاصدع بما تؤمر. يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعد ذاك ذاته يا معشر الجن والإنس، مش الناس بس، تبلغ دعوة دي ممكن جين ذاته يسمع له كلمة انت ما جايب خبر، انت ما شايفه، يسلم بسببك، جين تلقاه أقوى منك وكذي وسمع له كلمة بسبب درس يسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. طيب عشان نختم، من المنكرات الشغالة وما زالت تشتغل الآن انتشار ما يسمى بعيد رأس السنة، وده شيء يا ناس والله مؤلم. أول شيء سؤال، الناس دي اللي بتحتفل دي هل في زول بيحتسب الأجر عند الله في العيد ده؟ ما في، وقد ما من الدين أول شيء، لأنه أنت ما بتحتسبه، وحتى لو احتسبته مخالف للسنة، ما ورد في السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. طيب انت ماشي لدنيا، الدنيا دي فيها منكرات، عمل بتاع دنيا فيه منكرات معاصي،
بجوز لك تمش له، بجوز لك تعاون أهله. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أخي العيد للمسلمين يا ناس اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني ما في عيد. الناس قدروا ما يسخنوا والشغل غالبا يجيبوا لنا واحد جديد. عيد الحب، يعني ده بحب في السنة مرة واحدة، باقي السنة المرة دي سايقة باستريلا بتاعت هنا دي ابو البط كر معاه، بعدين خسرت بفكها بشيب إزبيرتان. بحب في السنة مرة واحدة، ده الحب إذا كان الحلال هو بيقصدوا به، والله أعلم الحرام وظاهر معروف ما داير هناك. عيد الأم، يعني الأم دي في السنة كلها مرة واحدة بس بيحترموها يوم بس، يبلا حاجات وخلاص، وعيد الأم مرحبا بك أيتها الأم وهدية وكذا. هي الأم خلي احتفال به ولا خلي احترام، هي شايلة جوا 9 شهور هذي، وين جاوا نفاخ بس ولا في نملة جوا، بس نفاخ سايبر جوا، بس هوا ولا نفاخ جوا، تلقى متضايق ما قادر أنوم، جيبوا لي بنادول وجيبوا لي كذا ودوني نفاخ، وني شايل لك حاجة شايلاك انت جوا قاعد تفرفر ما معروف تقبط في السلوك ولا في حاجات جوا، قاعد جوا 9 شهور وتمرقك وكذا، في النهاية تجي تقول لا يوم واحد، بعد شوية يقول لك رأس السنة، هذا السنة دي عندها رأس، رأسة وين وديل واقفين وين بتاع المنتزهات، ديل واقفين في الشعر بتاع السنة ولا الأضان ولا النخرة بتاعتها، وياتوا سنة ذاته. يا ناس التاريخ ده كله من بدايته باطل. واحد من العلماء لسه موجودين اسمه صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، ده قال اسمه صالح الفوزان، هذاك بغض، قال من الولاء والبراء، قال من موالاتي أهل الباطل أهل الكتاب، قال موافقتهم في هذا التاريخ الذي يسمى بالتاريخ الميلادي، ده باطل، لأن المسلمين لهم تاريخ معروف، التاريخ الهجري، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء المسلمين. فده من بداية التاريخ ده شنو؟ باطل. واحد بعد ذاك تاني في منكرات فاشية ومنتشرة، وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يذهبون ولا يخافون الله، لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. زولي مش من بيته، امرق يلبس نظيف ومريح وشغال وعامل في شعره كيف وفلفلة كيف وحاجات وكريمات وشاكل بنطلون ولابس لبنطلون ضيق تحت وقميص لنص اليد، وده كله حاصل ولا ما حاصل؟ وسيت تسوي لكم منتزه بإجاه الله يستر عليكم، الحمد لله سووه بعيد، كان بقى في النص ذاته مشكلة، وبإجاه البحر ده بإجاه والخزان ده بإجاه كان هاج مشكلة طويلة. يا ناس المواضيع دي خطيرة جدا، هزول أصل أولاده ما يخليهم الأولاد، والدبرك ما تخليه، خليه بدع شوشة، والدبرك ذاته ما تخليه، لأنه بيمشي بيجيب 100 مرض في قلبه، بعد شوية تلقى الولد نص الليل قاعد له في ركن براو زي قرد الطلح قاعد كذي ويطبص، وقالوا ويتلفت زي المجرم، معناه بيتكلم في شنو؟ بيتكلم له معابد. بعد شوية مصايب، ويقول لك أنا إلا أتزوج والمشكلة دي حصلت والفاس وقع في الراس، وقع 200 راس السنة، ودم الراس ذاته اللي وقع فيه ولا راس تاني، كلها مصايب. يا ناس أولاد ماشيين لابسين ألبسة معينة يفتنوا البنات، بعد شوية تجي البنات بنات متبرجات، كما في مستدرك الإمام الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. المتبرجة دي ملعونة، ابن عثيمين قال ما بتلعن عينا، ولا إتي بيت فلان ملعونة، لكن تقول لها أنت تفعلي فعل الملعونات، متبرجة تفعل فعل الملعونات، يكر عين كاشفات ولبس ضيق ووك، وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها شنو؟ الشيطان. قال المناوي: أن يزينها للناس، استشرفها يخليها عندها كأنها ذات شرف وكأنها مرغوبة إلى آخره، حتى لو ما جميلة يغش فيها وتغش فيه
ونحن في هذه الأيام والجو الظريف ده ودراسة السنة والليلة نحتفل واحدين يسووا في التورتة تلقى مطالب قروش سووا لها في حاجات كلها كريمات وقعت فيها نملة توحل كلها حاجة ملخبطة ساي ما كان ويقول لك نحن محترمين ما بنحتفل في هناك في المنتزه بنحتفل في البيت برضو في البيت ما تحتفل اوعك من التورته جيب لك كسره يابسه بيتها من الليله ولا بكره بايتها وخليها عاديه البدعه لا تقابل ببدعه مثل ضدها لكن في النهايه اعرف انه يا ناس ده هوس يخالف شرع الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والدخول على النساء وده بيمشي معاي وخشوا البحر جنب البحر سوا وخشوا بيغادي ومواضع الشبهات بل يقعون في الفواحش ده مشاهد ومعروف في زحمة بعد شوية غنى ساونات تبرج إلى آخره وتلقى الأبو ماشي مع أولاده يقول لك نرفه شايلين لهم همبوبة بجنبه شايلين حلويات بيغادي وماشيين يقول لك اليوم ده يوم سعيد جدا ظريف منا تمام جدا مكتوب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه تحتفل فرحان وتنسى في ناس عندهم هوس يقول لك خلاص عرفنا ما من الدين ومخالف للشرع وحرام طيب الناس ماشية كلها شاكة والناس لابسة ظريف وفرحانين يعني أنا أقعد كذي الشغلة دي ما حارة يا ناس أقعد براي ما مش وكذي تحتسب الأجر عند الله تعالى تحتسب كل يوم 24 ساعة وقال له خليه مش بعد اليوم ذاك بعد ذاك انت ارتاح فيه ذاته يا اخي بدل تمشي للضجة كوراك احنا مشينا جنب المطار بنتكلم قاعدين نتكلم بعد شوية النادي صنت كلها سكتوا فو كلهم تقول جاء الفداخل المطار جد سكت بعد شوية بعد دقيقة سووا طلق وحاجات وكذا انا عرفت انه شنو والواحد كمان حاجات الو أنا من السنة الفاتت ما جيت بيجاي السنة الفاتت يعني قبل شنو قبل دقائق يا ناس دي كلها هوس بتاع التوم أنجري ساي ما فيها فائدة ما تتوهموا يا ناس دي كلها أوهام الله يرخص الدنيا في آيتين قال في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ده امتحان هل بتتبع الزينة دي وتجر وراء والتي ولا تخليها لله تعالى يا الله انا دار افرح مع الناس زين دار احتفل ودار اسوي اللي بيسووه الناس لكن عشانك انت خليته عشانك انت يا الله الله ما بديك اجو تترك المعصيه لله تعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بكره الشغله دي بتبقى رماد تبقى منتهية بتبقى قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وأي زول ودي كلمة أختم بها أي زول دائرة يترك المعاصي دي يخاف الله تعالى وأنا أديك دليلين وأختم بهذا الأول قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه طوالي بعد قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي شنو المأوى تخاف الله ما بتمش للمعاصي الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا حفاة لا نعال لهم عراة لا ثياب لهم غرلا ترد لهم ما أخذ من أجسادهم مما هو معلوم في الختان قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض نازلت يوم القيامة عرايا زول واقف جنبه مرة شابة والفنانة الفلانية والفنان الفلاني وفي الديجيتال وافلام واثنين في ثلاثة اصبر الاثنين والثلاثة بقيفوا عراية يوم القيامة اصبر شوية الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك أشد من أن ينظر
بعضهم إلى بعض. ذو شدة ما خايف، مرة جنبه عريانة وبعاين ليه الخلمة يعاين شنو؟ إذ القلوب لدى الحناجر شنو؟ كاظمين، لأنه خايف. فالزول في الدنيا دي بخاف الله سبحانه وتعالى، ده بيغض بصره على الحرام، بيغض جسده عن الحرام، يحفظ لسانه من الحرام، يعظم الله سبحانه وتعالى، يخاف ربه حتى يلقاه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أصبر أيام كلها بتزول الدنيا وتلقى ربك فيرضى عليك ربك. في كلام كثير وفي أدلة كثيرة، وفي معانا بعض الشيوخ الأفضل مننا وأعلم نحسبهم الله حسيب، لكن احنا مراعاة لبعض الأشياء، ومنها أنه التصديق طلع باسم معين فما دارين شنو نخالف. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.